شيخ صبري كان معايا سيدة، عشان بس انت كنت بتقول، ف بتقول لك انا زوجها، عشان ده بيتناقض بس مع كلامك، جوزها بيتعاطى الترامادول، فاذا ما جاتلوش الترامادول لو ما معهوش فلوس يجيبه يعني، فلازم يقول لها يوميا عليا الطلاق او انت طالق يعني، ويرميها بالطلاق. نعم. ده كده اتطلقت ولا ايه؟ أو أولا يا أستاذ وائل، أنا قلت لك لابد أن يكون في حالة نفسية هادئة. ما هتحددها بقى ازاي؟ هو باخد ترامادول، يعني راجل معتاد المخدرات، والمخدرات مؤثرة على تفكيره، ولا يقع طلاق المسكر. المسكر لا يقع طلاق نص الشريعة. يا أستاذ وائل ربنا يبارك فيك، إحنا عدنا إلى الحديث مرة أخرى حتى تستيقظ القلوب والعقول. أن العلاقة الزوجية في الإسلام قامت كما قال النبي: إنكم استحللتم فروجهن بأمانة الله وكلمته. طيب تسأل بالوثيقة بتاعت المأذون. طيب أنا بشكرك يا شيخ صبري. الشيخ سعيد نعمان. الشيخ سعيد اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ سعيد اتفضل. يا استاذ وائل بيه، انا راجل عضو لجنه الفتوى العليا بالازهر لحد 2005، وراجل خطيت الستين، ودارس وممارس. اسالوني وانا اجيب لكم من الاخر على طول. انت مع الطلاق الشفهي ولا المكتوب؟ الاول بالنسبه للست دي افتيها بالاتي: بعد حمد الله والصلاه والسلام على مولانا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اتبع هداه. بالنسبه للست دي اللي جوزها بياخد ترامادول، اولا لفظ عليه الطلاق لا يقع به شيء كما ورد عن مولانا الامام علي كرم الله وجهه، وكما قال بذلك مولانا الشيخ لا محمد. يعني خلينا في انت طالق، يعني انت طالق، انت طالق بعد اذن حضرتك. المفروض انها تقال باللغه العربيه الفصحى: انا انزلناه قرانا عربيا. تقال انت طالق يبقى طلاق صريح. اما انت طالق، كلمة طالق دي بالعامية لا يقع بها شيء. المفروض ان لجنة ان مجمع البحوث الاسلامية يقر ان كلمة انت طالق لا يقع بها شيء، لان طالق جاية من الطلاق، والطلاق اسم من اسماء الخمر، او الطلاق اللي هو البوهية. راجل بويا يعني، انت بوهية، انت بويا، او انت خمر، لا يقع به شيء. المفروض يعني انت، وهو الراجل الشعبي لما بيطلق بيطلق بالفصحى يا شيخ سعيد، هتجننونا يا جماعه. يا استاذي الفاضل، الامور الهامه لا يؤخذ بها. اقول له انت طالق، هقول له انت بتقصد الطلاق يا وائل بيه، اللي هي البويا ولا نوع من انواع الخمور. يا وائل بيه بعد اذنك اديني فرصتي. اللغه العاميه لا يقع بها شيء في الامور المهمه. طب وهنا النيه اللي جوه، النيه يعني عندك من مساوئ اللغه العاميه: لما واحد يقول يحب يوصف واحد يقول له انت في وشك قبول، يقوم له في وشك قبول، وبعدين يقول له في وشك ابول، والعياذ بالله ابول. دي لغه سيئه. انا رايح السوق، انا جاي من السوق للذين اساءوا السوق، ونصبح الصبح. ده معنى كلامك كده ان كل الطلاق اللي وقع قبل كده ليس طلاقا؟ ايوه كله لا يقع. لان كل الناس بتطلق بالعاميه، ما حدش بيقول انت طالق. لازم لما يروح عند بالقاف المأذون يقول له: قل لها انت طالق، بالقاف مش بالهمزه. يبقى هنا قدام المأذون يعني. لكن الطلاق الشفهي لازم الطلاق يقع لفظا وكتابه. المأذون بيسجل ذلك في الوثيقه الرسميه. وانا مع الو. ايوه انا سامعك. سامع. وانا مع الاخ الباحث انه المفروض ان في هذا الزمان، في هذا الزمان المفروض الطلاق يقع. طيب امام القاضي. فرق ما بين الطلاق على يد القاضي والطلاق امام القاضي على يد القاضي.